سلامة، فحصتي ولا بعدك؟ سلامة، سرطان الثدي مو بمسحة، والاستهتار والكسل يسببون اكتشاف المرض في مرحلة متقدمة لا سمح الله. كل عام يتم تشخيص 1.2 مليون حالة لسرطان الثدي، وهو يشكل 23% من مجموع الأمراض الخبيثة، والعامل الوراثي له دور في حوالي 5 إلى 10% من الإصابات. المشكلة إن عادة ما تظهر أي أعراض للإصابة في المراحل المبكرة، عشان شي ضروري المرأة تسوي بروحها فحص دوري كل شهر لاكتشاف أي علامات غريبة، والفحص بالأشعة مرة كل سنتين بين سن 40 و50، وسنوياً بعد عمر 50، لأن احتمال الإصابة يزيد بعد هالعمر. حسب الأبحاث، الأكل الصحي له دور في الوقاية، والنشاط الرياضي بعد مهم. في دراسة أمريكية كشفت أن المشي السريع لمدة ساعة أو ساعتين أسبوعياً يقلل احتمال الإصابة بنسبة 20%. ها؟ وشو رأيك يا سلامة لو نمشي يومياً؟ هي هي. وأهم شيء الفحص الدوري للكشف المبكر عن المرض، ومراجعة الطبيب عند الإحساس بأي شيء غريب. وعساكم دوم بصحة وسعادة.